صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض القبائل يتفقون على أمور، من فعل كذا فعليه كذا، وتكون ملزمة لأفراد القبيلة، وهذه الأمور قد تكون موافقة للشريعة وقد تكون مخالفة ويسمونها تشريعات، فما حكم هذا الفعل وما حكم تسميتها بتشريعات؟ هذا حكم الجاهلية، هذه أعراف قبلية وهي من حكم الجاهلية، فلا يجوز إلزام الناس بشيء إلا ما ألزمهم الله به أو ألزمهم به رسوله. والأصل في أموال الناس التحريم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز أخذه إلا بحق شرعي لا بحق قبلي أو عرفي. هذا بحكم الجاهلية. نعم.